انا اسف. مساء الخير متابعينا متابعي موقع بصراحة، اهلا وسهلا بكم من جديد، ومعكم من داخل محافظة المنيا عبير محمود. احنا تحديدا الان في مركز صملوط من وقعة جديدة بعد التعدي بالضرب على رئيس نادي الواي بصملوط محافظة المنيا. النهاردة هيحكي لنا تفاصيل هذه الوقعة، وهو بيقول وبيستغيث ان صحاب البيت ضربوني وشقتي ايجار قديم من بعد التعدي عليه بالضرب. يعني زي ما انتم شايفين الاصابات اللي احدثوها في وجهه وكمان في الايد، اصابات بالغه بعد التعدي عليه. اتعدوا عليه باسلحه بيضاء، وزي ما انتم شايفين الاصابات. هنتعرف النهارده على تفاصيل هذه الوقعه من البدايه. اولا برحب بحضرتك معانا والف سلام عليك. عرفنا أنا اسمي أكرم اسكندر، مهندس خريج 71، واعتبر من ابطال اكتوبر لاني واخد ميداليه، لاني من ضمن الناس اللي طوروا الدبابه المصريه. انا رئيس مجلس اداره جمعيه الشبان المسيحيه في سمروط اللي هي بيسموها نادي الواي. الواقع ان والدي كان مأجر الشقه دي من 70 سنه، من سنه 54، وحتى بعد كده جم ابناء الورثه بتوع الملاك رفعوا قضيه من حوالي 20 سنه، والقاضي حكم لثلاثه من اخواتي باستمرار عقد الايجار. في شخص جه اشترى العماره من حوالي 8 اشهر او 10 اشهر، وعايز يطلعنا من الشقه باي طريقه. يوم الجمعه اللي فاتت واخد الست اللي بتنظف لنا هنا عشان تنظف المدخل والسلم، وبعد ما خلصت ما كملتش تلت ساعه، يا دوبك طالعه من السطح ده للسطح ده، لان انا بيتي جنب نفس البيت، واحنا عندنا الشقه الايجار دي شقه الايجار شقه بالسطح، يعني بتحرك من فوق حتى ما بطلعش من عنده. وفوجئت بعد ما الست طالعه السلم ثلاثه نطوا من على الباب الحديد اللي هو ارتفاعه متر، وابتدوا يضربوا بطريقه يعني غبيه، عوروني في راسي، اخدت 10 غرز. لا اللي في الراس دي بحاجه بقالها حد، يعني بقالها حد عملت، خدت 10 غرز فيها يعني، وهي حاجات طبعا خبيط على الايد وعلى الجسم وعلى كل حته في جسمي، يعني ما بقتش ملاحق على مين ولا مين ولا مين، يعني في جسمي من جوه بس، واخد بالك. والست كانت لسه قريبه شافت الموقف، بقت تصرخ في الشارع. طلع واحد يجري اللي بيساعد معايا في المحل، كان معاه المفتاح بتاع الباب بتاع بيتي عشان دايما بيشتغل معايا هو، برضه ضربوه. انا كنت وجعت في الارض خلاص ودم سايل، هو باول ما وصل ضربوه وعملوا له برضه بقاله حاده في خده، وراح عمل تقرير طبي، وايده خبطوه في ايده وفي رجله. يعني مش حضرتك بس، لا لا لا، التاني اللي طلع يشوف الحكايه من الصويت ضربوه ونزلوا جاري، وهم بينزلوا خدوا الحديده بتاع الباب ورايحين المركز يقولوا ان انا 76 سنه خدت الحديده ونزلت بضربهم تحت. بس طبعا احنا عندنا شرطه رائعه، لما جه سياده النقيب شاف الدم في الارض وشاف المكان الضرب فين وشاف الباب اللي حاولت اقفل الباب عشان ما يدخلوش عليا الشقه، خبطوه ودخل ورايا، يعني ضرب بغابه، ضرب موت، يعني ده شروح في قتل، ما هوش يعني. اصحاب دول ملاك البيت اصلا؟ لا ده دول لسه مشترين جديد، عايزين يعملوا برج وعندهم ابراج كتيره، عايزين يهدوا المكان وياخدوا الشقه وياخدوها كده، مع ان انا قلت لهم هاتوا لهم شقه نص دي وانا اديكوا الشقه. طب عرضوا عليكم ان هم لو هدوا وبنوا يدوكوا مثلا شقه في انا قلت لهم من دلوقتي لو انتوا عايزين الشقه خدوا الشقه وهاتوا لهم شقه نصها نصها بس، لان هم بيجوا شهر اتنين تلاته في السنه مش مشكله. لكن للاسف هم يعني افتكروا انهم بيخوفوني، افتكروا انهم يعني لما يعملوا كده ان انا هخاف واكش واديهم الشقه او هتفاوض تفاوض، ما ينفعش. بقى الشقه بقالها كام سنه ايجار لحد الايجاره دي؟ لها 70 سنه من 54، يعني عقد الايجار حتى نص فرنساوي ونص مصري من العقود القديمه، ومكتوب فيه الشقه بالسطح واضحه، ومعايا الاصل، انا معايا العقد الاصلي بتاع ابويا. طب بالنسبه لباقي الناس اللي ساكنه في نفس المكان؟ هي العماره عباره عن ثلاث شقق،
شقة أرضي، والشقة اللي هم قعدوا فيها دي، والشقة اللي بتاعتنا اللي هي الإيجار بتاع إخواتي دي. ايوه فللأسف إنهم قاعدين تحتينا يعني، أو تحت الشقة اللي هي هم طلعوا نطوا من على الباب الحديد واشتغلوا بالآلات اللي معاهم، خبيط فيا. هم تقالوا إن أنا أخاف ونقعد ونتصالح وتسيب الشقة وسيب كده يعني. لكن احنا عندنا شرطة رائعة، عندنا يعني نيابة رائعة، عندنا قضاء رائع. أنا متأكد إنها خد حقي. الإجراءات اللي حضرتك خدتها بعد هذه الواقعة دي. أنا رحت المركز، هم ليهم باين يعني معارف وكده، فرحت المركز قالوا لي اعمل تقرير طبي. عقبال ما رجعت بالتقرير الطبي، هم كانوا رايحين يعملوا محضر ان انا ضربتهم، ما فهمش ولا اصابه بحديده الباب اللي هي طولها مترين، قال ضربتهم بيها يعني، لكن ما عندهمش اصابه طبعا. هو عشان يعني مولفين على الطريقه دي يعني، مش وبعد ما حتى يعني طلع حربي وضربوه، وانا تحملت على نفسي وقمت حربي ونزلنا، كانت ابتدت ناس تطلع، نزلت لقيت هم جايبين 15 واحد مستنين تحت كمان تبعهم، منهم اتنين اخواته واولاد اخواته وناس تاني يعني جايين قاصدين ومرتبين. لان احنا اغلب الوقت لما باخد الست باخدها يوم جمعه، فمجرد ما سمعوا احنا ما كناش كملنا نص ساعه. البيت كله عباره عن كام شقه؟ ثلاث شقق، اللي هي الشقه المأجره اللي هي بالسطح لاخواتي، وهو قاعد في الشقه الوسطانيه، والشقه اللي في الارض عاملها مخزن او حط فيها حاجات. يعني حضرتك الساكن الوحيد اللي ايجار في المكان ده؟ مش انا الساكن، اللي ساكن اخواتي، انا بروح انضف لهم، معايا توكيل رسمي عام ان بنضف، يعني جايين من فرنسا كانوا بعد شهر، فبرايح انضف. انا بيتي ده بس السطحين جنب بعض، ما بطلعش من السلم من عندهم، بطلع من هنا من السطح ده للسطح ده. كان في تفاوضات قبلها معاكم مثلا؟ انا حكيت معاه وقلت له هات لهم شقه نص دي، وانا اسيب لك اخليه اخواتي يسيبوا الشقه بالايجار برضو، بس بنفس الايجار اللي انت بنفس الايجار، او لو ما نصها من التمليك. المهم تفاوض يعني، ما عجبهمش. هم جم يخوفوني وجم يرعبوني، وناسين ان انا راجل 76 سنه، وان انا راجل من بتوع حرب اكتوبر، وان انا يعني من اللي طوروا الدبابه المصريه، حاطين عليها اشعه تحت الحمراء فوق البنفسجيه الرؤيه الليليه متسجله. لو دخلت على اليوتيوب هتشوف، يكتب اكرم اسكندر هيطلع لك. حضرتك اثبت حاله طبعا حاله بكل ده. وجي برضه نقيب شاطر في بتاع الكاميرات، شاف الناس اللي في الشارع مستنية، وشاف الدم، وطلع شاف الشقة ومكان الضرب، وشاف كل حاجة وسجل. طب هل عرض عليك ان انت مثلا ان انتوا تزودوا الايجار شوية عليه يعني عشان هو كل قصده انه يمشي اخواتي من الشقة خالص؟ ايوه. هو حتى موضوع زيادة الايجار؟ لا لا، ولا زيادة ايجار، ولا حتى يجيب شقة بدل الشقة نص دي. هو المال طغى، ما كانش كده. هو برضه حكايه الابراج دي بقت حاجه خطيره يعني، اموال ما تعرفهاش جايه منين وحاجات زي كده، للاسف يعني للاسف. الملاك الجداد بقى لهم قد ايه بالظبط؟ ما كملوش بتاع 8 اشهر، 9 اشهر، 8 7 كده يعني. ساعه ما خدوها هم بيتكلموا هم على طول عاملين فتوات، مش اول يعني، حتى دي مش اول مره. ده قبل كده جابوا محامي وخبط الباب بتاع السطح برجله، وانا بصراحه طلعت يعني عملت طيب وقلت مش هنعمل له محضر، بعت لهم انذار بس، لان المحامي بتاعي فهمني ان انا لو عملت محضر للمحامي اللي ضرب كسر الباب برجله هياخد 3 سنين، ومش هعرف انا مهما اتصالح معاه. فقلت خلاص، الراجل طالما محامي وشاب يعني على الاقل يمكن تجربه تفوق. ولكن للاسف للاسف يعني افتكروا ان انا ضعيف لما عملت كده وسبته، فعملوا اللي عملوه يوم الجمعه. لحضرتك النهارده من خلال الاستغاثه دي، حضرتك النهارده عايز تقول ايه بقى؟ انا عايز اقول ان انا هاخد حقي، وعارف ان انا هاخد حقي، وعارف ان القضاء بتاعنا رائع، عارف كويس قوي يعني، وعارف ان ليه اضلع وليه اماكن. انا مش صغير 76 سنه، ده انا ليه بوست عالمي، مركز عالمي، انا الديستريكت جفرنر بتاع الواي ام سي اي في العالم. لا لا، ده انا مش هسيبه، والبلطجه مش هتنفع معايا. وهم باللي عملوه ده يعني حاجه صعبه. عارف قلت له لو طلع في تفاوض في هذه القصه، حضرتك هيبقى طلباتك ايه فيها؟ لا انا ما عنديش تفاوض ولا طلبات، انا عندي المحكمه هي اللي هتاخد الاجراء. لو هو جه وتفاوض معاك وقال لك يبقى في حل، الحل اللي حضرتك انا إيه؟ انا ما عنديش حل بعد اللي حصل ده،
ولا شقة بره ولا كده حاجة أبدا، ولا خلاص. تجهيز ولا لا ده 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 دم دم بجدام يعني، دي ضربة موت يعني. هنا واخد 10 غرز يعني، دي لو دخلت شوية جوه خلاص يعني شكرا القضاء. السلام عليكم. يعني حضرتك النهارده ما فيش اي لا تفاوض لا لا كده؟ لا، القضاء القضاء، انا عارف ان القضاء هيجيب لي حقي وزياده تالت ومتلت، عارف ان القضاء هيجيب لي حقي. بس متابعينا متابعي موقع بصراحه، يعني تابعنا معاكم من خلال هذا اللايف، يعني زي ما انتم شايفين باشمهندس اسكندر، يعني اكرم اسكندر بقاله يعني عنده 76 سنه، وتم التعدي عليه وهو في السن ده بالضرب، زي ما انتم شايفين الاصابات في الرأس هنا 10 غرز تقريبا، وفي في الإيد مستحيل يعني، هم 10 يعني غرز ده في كل حته وفي جسم وفي الانسان. الجسم كمان، ويعني بقاله التقرير الطبي واضح. أثبت طبعا حالة بالإصابات اللي هو اتصاب بيها، وهو مصر على مكانه إن هو ما يسيبش مكانه ولا الشقة بتاعتهم. يعني التعدي بالضرب طبعا ده شيء سيء جدا، كان ممكن يلجأوا صحيح مع بعض بالقضاء، والقضاء يعني العادي اللي يحكم في هذه القصة، حقيقي. لكن هم لجأوا إلى العنف والضرب، وطبعا ده شيء سيء جدا بنشوفه كتير يعني في جميع محافظات مصر، استعراض قوة، واستعراض قوة. قوة منطق أهو. هو النهارده بيقول إن مفيش تفاوض، وإن هو القضاء هو اللي هيجيب له طبعا حقه هيجيب لي حاجة. حتى اللحظات الأخيرة. أنا كنت معاكم خلال هذا اللايف عبير محمود موقع بصراحة، شكرا لحسن المتابعة.